في البداية، ما هي أبرز ربما أنواع الإسهامات التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي طبقا لمتابعتك؟ مواقع التواصل الاجتماعي طبعا مثل ما بنعرف خلقت مجتمع افتراضي ووهمي، سمحت لجميع فئات الشعب وشرائح المجتمع بدخوله بمختلف فئاتها العمرية، بمختلف اتجاهاتها وثقافاتها، بمختلف مشاربها العلمية. فبالتالي سمحت لفعاليات كبيرة كتير بنتفوت منها، إن كانت اقتصادية، إن كانت سياسية، علمية، ثقافية، رياضية، صحية، إلى ما هنالك من فعاليات كلها. هل ترى أن مواقع التواصل الاجتماعي يعني وسعت من قاعدة الحريات الخاصة يعني في طبعًا التعبير طبعًا في هذا العالم الافتراضي؟ المجتمع الافتراضي هذا اللي انخلق سمح للحرية أن الشخص بشكل عام أنه يدلي برأيه بشكل حر بدون الالتفات لأي عواقب تاني. هو فتح المجال له أنه يحكي اللي بده إياه ساعة اللي بده إياها. ولكن يعني هذه الدراسة التي ربما تحدثنا عنها، يعني التي وردت في الخبر، ربما تقول بأن الإسهامات السياسية في النهاية هي أقلية، هل تتفق بالضرورة مع هذه الدراسة؟ لا، ما بتفق. ولماذا لا؟ ما بتفق، لأنه صراحة نحن شفنا مثل الفيسبوك كيف عمل فتح المجال لكثير من الفئات الشبابية أنه تدلي برأيها بموضوعات سياسية. طبعاً نحن ما حنناقش أنه هل هنن صح أو خطأ، بس فتحت المجال للقاسي والداني أنه يعطي رأيه بكل حرية دون الرجوع لمرجعيات أو دون القيود اللي كان مكبل فيها بالمجتمع الحقيقي. نعم، ولكن في النهاية يعني كيف يمكن أن نقيس ربما مدى المشاركة أو أعداد المشاركة السياسية في موقع التواصل الاجتماعي؟ أوكي، هلأ الفئة الكبيرة تقريبا فينا نقول اكثر من 70% من المشاركين بمواقع التواصل الاجتماعي هن من فئه الشباب. بس هذا لا يعني انه هدول الشباب هن لهم راي الصح بالسياسه، هن بيسمعوا، هن كل واحد له وجهه نظر. طبعا هن مو بالضروره يكون لهم وجهه نظرهم الصحيحه ان كانت في المجال السياسي او اي مجالات ثانيه مختلفه. تحدثت عن وجهات النظر، ولكن ماذا عن سقف الحريات يعني في بعض المناطق العربيه الاكثر انفتاحا؟ كيف تفسر يعني هذه المفارقه بين الحريه الافتراضيه وكذلك المشاركات السياسيه يعني الاختلاف؟ هلا هي نحن قلنا انه حريه افتراضيه، فبالتالي نحن ما عم نحسن نترجمها لواقع. اللي بده يكون حسن يتحرك على أرض الواقع هو لازم يكون شخص سياسي، وليس أي شخص حسن يحكي رأيه على الفيسبوك أو التويتر هو حيكون يأخذ برأيه على أرض الواقع. بالتالي هي ظلت هاي حرية بس وهمية، ولو أنه كان إلها أثر فاعل بشكل أو بآخر بعدة أمور، إن كانت سياسية أو إن كانت تتعلق بالمجتمع اللي هو موجود فيه. ولكن هل ترى وجود لعامل الخوف ربما من المشاركة أيضا؟ يعني في بعض الأحيان تكون هناك نوع من الرقابة الذاتية التي يفرضها الشخص على نفسه حينما يشارك. رقابة ذاتية، ما فينا نقول أنه رقابة ذاتية في مجتمع وهمي. لكن عندما يكون يتحدث بشخصيته الحقيقية وليس تحت اسم نحن مجتمع وهمي، نحن مجتمع عم نحكي بمجتمع وهمي، معناته هو فايت بمعرف لا تدل على شخصيته. طالما هو هو فات بمعرف والشخص الحقيقي، فنحن ما عاد اسمينا بمجتمع وهمي، هو عبارة عن شخص عم يوصل وجهة نظره بوسيلة أو بأخرى. وسائل التواصل الاجتماعي هي اليوم صارت مثل التلفزيون، مثل الراديو، رديف إلها، وسيلة إعلامية رديفة إلها. وقتما هو عم يحكي باسمه الحقيقي للشخص، معناته هو عم يدلي بدل مثل بالإعلام. أما إذا عم يستخدم اسمه أو معرف شخصي وهمي له، فبيضله هو خايف نوعا ما، إذا كان مختبئ. الاسم وهمي يكون هو مختبئ، يعني طبعا طبعا يكون أي خائف طبعا أي ليش ما شو أعتقد أنه العكس هو المفترض، يعني عندما يستخدم الشخص اسمه الحقيقي حلو. يصبح هناك ربما حدود لما يستطيع أن يقوله، لما يعني بس نحن مين يجرؤ على نحنا؟ أنا وقت لما بدي أخذ برأي شخص ما حروح أخذ برأي شخص اسمه العصفور الشادي مثلا، حروح أسمع أنا شخص مثلا فلان من الناس بعرفه، بعرف شو وين مكانه، شو دارس، شو قاري، شو خلفيته الثقافية، هذا بعود بسمع عنه. فوقت لما بيكون الشخص معروف حيقعد يحكي أوكي، في له مجال محدد وليمت محدد، بس أنا هذا اللي بدي أسمع له.
عرفت؟ نعم، يعني في إطار هذه الحريات مثلا التي يكتسبها يعني مستعملو الإنترنت، هل تنظر إلى ضرورة يعني أن يكون مشاركين سياسيين اللي مثلا يعطونا الخبر الصحيح، بما أن هناك خلط ومزج بين الافتراضي وبين يعني الواقعي؟ هلا التويتر في شغله حلوه، انه صار يعطيك معرف انه هذا الشخص هو فعلا هو الشخص الحقيقي اللي عم يحكي، موثوق به. موثوق به هو، لا هو فعلا الشخص هذا. نعم. معرفه. هذا صار يعطي مثل تواصل سريع مع الشخص، ان كان باي موقع، ان كان موقع سياسي او موقع اجتماعي او موقع اعلامي، فبالتالي عطى مصداقيه له اكثر. عرفت؟ طالما نحن ما عم نعرف انه هل هذا الشخص هو حقيقة موجود وراء المعرف تبعه أو شخص ثاني عم ينتحل شخصيته، ما في مصداقية أبدا للحديث. طيب ربما لدينا أقل من نصف دقيقة، يعني ما هي توقعاتك بالنسبة للفترة المقبلة؟ هل ستتغير الأمور إلى الأفضل؟ تتغير الأفضل، بس لازم يكون في وعي ثقافي، المجتمع يتبنى التطور الفكري لمواقع التواصل الاجتماعي لحتى نحسن نتطور بالمجتمع فيه. شكرا جزيلا لك أغيد بوقعي، الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا. توني، بحكم خبرتك، هل تتفق أن المشاركات السياسية أقلية في المواقع، يعني مواقع التواصل، خصوصا في العالم العربي؟ يعني نبيلة، من خلال طبعا رصدنا اليومي لمواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلات النشطاء، نلاحظ أن هذا الأمر يرتبط كثيرا بالموضوع المطروح ومدى تأثيره على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.